إيه هو الكتاب المقدس؟ الحقيقة الكتاب المقدس هو أكتر كتاب اختلف الناس على تحديد هويته على مدار التاريخ. بعض الناس شافت أن الكتاب المقدس ما هو إلا وثائق تاريخية بتحكي تاريخ شعب بني إسرائيل في العهد القديم، وبتحكي قصة حياة يسوع وتفاصيل بعض الكنائس اللي اتبنت في القرن الأول في العهد الجديد. بعض الناس بتشوف أن الكتاب المقدس هو كتاب أخلاقي، ربنا بعت لنا فيه بعض الوصايا والشعائر الدينية اللي بتساعدنا في التعامل بيننا وبين بعض. وبعض من الناس غير المسيحيين بيتغنوا كمان بموعظة المسيح على الجبل وبالوصايا العشرة اللي في سفر الخروج. بعض الناس التانية بتشوف ان الكتاب المقدس هو كتاب أساطير، فيه خرافات وحقائق غير علمية وأمور لا تتفق مع التاريخ بشكل أو بآخر. لكن الحقيقة نحن لو فتحنا الكتاب المقدس نفسه لقى انه الله أكتر من مرة سواء في العهد القديم أو العهد الجديد بيعلن لنا ان الكتاب المقدس هو كلام الله، وده اللي قاله بولس الرسول في رسالة تيموساوس لما قال ان كل الكتاب هو موحى به من الله، كل الكتاب الله تكلم من خلاله. والحقيقة ان اكبر حرب جت على الكتاب المقدس هي التشكيك في ان اللي كتبه هو الله بنفسه. فالناس قالت انه الكتاب ما هو الا ترجمة لافكار بعض الناس او تسجيل وثائق تاريخية، او ان الكتاب ده مش بيقول لنا كل حاجة مظبوطة عن الله لانه فيه مغالطات تاريخية ومغالطات علمية. لكن الحقيقة اللي بيثبت لنا الكتاب المقدس انه الله اختار انه يتكلم بلغة مفهومة للشعوب اللي هو كان بيتكلم ليها. فممكن كان يذكر امور شائعة الاستخدام في الوقت دوت، زي مثلا يقول ان الشمس بتشرق، مع انه معروف علميا انه الشمس مش هي اللي بتشرق، لان الارض هي اللي بتلف حوالين الشمس. ففي امور زي كده كتير اختار الله انه يتكلم بيها بلغة بشرية عشان يوصل فكره للشعب اللي هو بيكلمه. يعني ايه الكتاب المقدس هو كلمة الله؟ هل معنى كده انه الله هو المتحدث الرسمي في كل الكتاب المقدس؟ الحقيقة هي لا. لما بنقول الكتاب المقدس هو كلام الله مش معناها ان الله هو اللي اتكلم في كل الكتاب المقدس، لكن معناها ان الله هو اللي كتب كل اللي اتدون في الكتاب المقدس. كتبوا ازاي؟ كتبوا من خلال 5 طرق. الطريقة الاولانية هي كلمات من الله مباشرة، ودي بنلاقيها لما نلاقي نبي من انبياء الله او رسول بيقول هكذا قال الرب، يعني بينقل كلمة من فم الله نفسه بينقلها للشعب في العهد القديم او العهد الجديد. الطريقة الثانية هي الوصايا والشرائع اللي الله بعتها عن طريق الأنبياء والرسل. فنقرأ مثلا في العهد القديم عن الوصايا العشرة، ونقرأ مثلا في العهد الجديد عن موعظة المسيح على الجبل في إنجيل متى الإصحاح 5، 6، و7. فيهم الله بيدي وصايا وشرائع للبشر يتعاملوا بيها ويسلكوا بيها في العالم اللي هم عايشين فيه. الطريقة الثالثة وهي الأكثر استخدام في الكتاب المقدس وهي سرد لأعمال عناية الله ورعايته لشعبه في العهد القديم والعهد الجديد. فالله لأنه محب ولأنه رحيم اختار إنه يتفاعل مع الشعب، اختار انه يتداخل في حياتهم، يتداخل في ظروفهم، يتكلم معاهم. فلاقي الكتاب المقدس بيسجل تاريخ الشعب دوت وتاريخ معاملات الله معاه. الطريقة الرابعة ودي اقرب طريقة لينا واحنا بنحبها جدا، وهي انه الكتاب المقدس اختار انه يسجل بعض الصلوات وبعض الطلبات اللي الناس البشر اللي عاشوا زينا في العهد القديم والعهد الجديد اختاروا ان هم يتكلموا بيها ربنا. والاسلوب ده نلاقيه مستخدم قوي في سفر المزامير اللي مليان بصلوات وتسبيحات لربنا. الطريقة الخامسة والاخيرة وهو ان الله اختار وقرر انه يسجل لنا كلمات الاعداء وكلمات الناس اللي ما كانوش على علاقه حلوه بربنا، وده عشان نعرف انه العالم اللي احنا بنعيش فيه مش كله خير لكن فيه شر، وعشان الكتاب المقدس بيعلمنا ان احنا لا نجهل افكار الشرير وما نجهلش كلماته. والله اختار ان يحط لنا كلمات الاشرار في الكتاب المقدس عشان ناخد حذرنا منها ونحترس ان احنا نسلك بالطريقه دي، لان الله مش بيحب الحياه بالشكل ده. اللي عايز اقوله في نهايه الحلقه انه الله من خلال 5 طرق دول بيعلن لنا عن نفسه، الله من خلال 5 طرق دول بيكلمنا، بيقول لنا عن شخصيته، بيقول لنا عن صفاته، بيعلمنا ازاي نحيا معاه، وبيعلمنا ازاي نكون في علاقة حية بيننا وبينه. من فضلك اقرأ الكتاب المقدس وانت بتسمع صوت الله، وانت بتدور على شخصية الله، وانت بتسعى انك تعمل علاقة حقيقية مع الله من خلال كلمته.